احنا في هذا الشهر طبعا وفي هذا المكان ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى جل جلاله ان يرزقنا الصدق في القول والعمل، يرزقنا الاخلاص في النية، يرزقنا القرب بالله سبحانه وتعالى. يا رب يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض، عفوك وعافيتك يا اكرم من سئل، يا رب افتح لنا ابواب الخير والفرج والرزق الطيب يا أرحم الراحمين يا كريم، وارزقنا الصدق في والإخلاص لك والخلوص لك في السر والعلن وخشيتك في الغيب والشهادة وحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك وإحسانك، وارزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال خالصا لوجهك خالصا لوجهك خالصا لوجهك، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.